كذا واحدة ونص إلى ربع. بسم الأب والابن والروح القدس لله الواحد أمين. احنا في إنجيل يوحنا أصحاح 7. برضو عشان الواحد يتابع التسلسل ماشي ازاي نفكركم بالست اصحاحات اللي فاتوا قبل ما نبتدي في الاصحاح الجديد. يوحنا بدأ انجيله بالكلام عن الكلمة الاله قبل تجسده المولود من الاب، وبعدين الكلمة صار جسدا وحل بيننا، وبعدين شهادة يوحنا المعمدان ليه، وبعدين بداية إيمان التلاميذ به. كل ده في الإصحاح الأولاني. بعد كده في الإصحاح الثاني أول معجزة في بداية خدمته، عرس قانا الجليل وإيمان التلاميذ به، وبعدين دخوله الهيكل وطرده للجماعة المستهترين اللي في الهيكل. في إصحاح 3 حديثه مع نيقوديموس، الموضوع الأساسي الميلاد الجديد المعمودية، وبعدين الصليب علاقته بالصليب، وفي آخر الإصحاح شهادة يوحنا مرة تانية للمسيح بعد ما المسيح ابتدى يخدم وبقاله ناس كتير تلاميذ جايين بقى يغزوه أو يسألوه، فقال لهم انتوا زعلانين ليه؟ أنا قلت لكم أنا مش العريس، ومن له العروس فهو العريس. إصحاح 4 شخصية مهمة، شخصية السامرية كممثلة عن كل الخطاة في الدنيا في لقائها مع المسيح المحب، وإزاي بيسوقها خطوة خطوة لغاية ما تتوب وتؤمن به وتبدأ تبشر السامرة كلها. وفي آخر إصحاح 4 معجزة شفاء أو إقامة ابن خادم الملك. إصحاح 5 تبدأ بمعجزة مريض بتحزدة أو المخلع، وبعدين حوار طويل بين المسيح واليهود حوالين السبت، والشهادة للاهوته وأنه واحد مع أبوه في الجوهر، وأن كل مال الآب فهو له، سلطان القيامة، سلطان الأبدية، سلطان الدينونة، كل ده ملك للمسيح. وفي الآخر يقول لهم أنتم طبيعي مش قابلني لأني أنا مجدا من الناس لست أقبل، أنتوا بقى بتدور على المجد الأرض. إصحاح 6 يبدأ بمعجزة أخرى، معجزة الخمس خبزات والسمكتين، وبعدها على طول إنقاذ التلاميذ من الغرق في البحر، ويبدأ حوار طويل حوالين عطيته السماوية، عطية الجسد والدم. وتلاحظوا لغاية دلوقتي أنه يوحنا الحبيب وهو بيكتب إنجيله يقول قصة ويطلع منها على حوار، لأنه إنجيله إنجيل لاهوت بيتكلم عن أسرار الله، فلا يكتفي بذكر الأحداث والقصص، وإنما بيركز على المحاورات اللي حصلت بين ربنا يسوع المسيح واليهود كتأكيد على لاهوته ولشرح بعض المفاهيم زي الأسرار وغيره. فتلاقوا القصص مش كتير، يعني احنا وصلنا لإصحاح 7 يمكن كل المعجزات 5-6 معجزات، لكن كل معجزة فدلها حوار طويل بيشرح حاجات مهمة كتير. إصحاح 6 والحوار الطويل بتاع ربنا يسوع المسيح حوالين الخبز النازل من السماء، وجاء عطية الجسد والدم، وفي الآخر ناس كتيرة ما عجبهاش الكلام ومشيت، والمسيح أصر على كلامه، فبطرس قال له إلى من نذهب وكلام الحياة الأبدية عندك. ندخل في إصحاح 7. وكان يسوع يتردد بعد هذا في الجليل، يوحنا 7، لأنه لم يرد أن يتردد في اليهودية لأن اليهود كانوا يطلبون أن يقتلوا. يمكن في مرة قلنا لكم الفرق بين الجليل واليهودية، قلنا أن فلسطين دي مستطيلة على الخريطة وفي الآخر كده في مثلث،
الثلث الجنوبي من فلسطين زمان بيتسمى اليهودي وعاصمة أورشليم. الثلث الشمالي في زمن السيد المسيح كان بيتسمى الجليل. الجزء المتوسط كان بيتسمى السامر. السيد المسيح اتولد في بيت لحم اليهودية، يسموها بيت لحم اليهودية، يعني ايه؟ بيت لحم الموجودة في اليهودية، لكنه تربى في الناصرة بيسموها ناصرة الجليل. يبقى هو اتولد تحت في أورشليم جنب أورشليم، لكنه تربى وكبر ونمى واشتغل في ناصرة الجليل أو في الجليل، عشان كده كان يتسمى ناصري أو جليلي. وناصري أو جليلي دي كلمة ما كانتش تشرف، يعني لما يقول يهودي من أورشليم كان لها كرامة، غير خالص قولت جليلي أو ناصري، يعني واحد من بلد تعبانة أو يعني على قد. فالسيد المسيح هنا معلمنا يوحنا بيقول كان يسوع يتردد بعد هذا في الجليل ولم يرد أن يتردد في اليهودي. طب ليه؟ هو الحقيقة مركز التدين اليهودي، وأورشليم عاصمة الحياة اليهودية حتى يومنا هذا، يعني كل التركيز اليهودي في اليهودية وفي أورشليم. لكن اليهود مش عاجبهم المسيح، وهو لسه ساعته ما جاتش، فكان يبشر ويكرز أكتر في قرى الجليل، للناس هناك بسطة يؤمنوا بسهولة ويقبلوا كلامه بسهولة. صحيح في بعض الأماكن كانوا بيقولوا إزاي ده المسيح، ما احنا عارفين أهله وشفناه وتربى وسطينا. الحتة دي كانت معطلة البعض، لكن في غالبية القرى كانوا بيؤمنوا بربنا يسوع المسيح ببساطة. عشان كده كان أغلب الشعب اللي بيمشي وراء المسيح كان شعب بسيط جدا، كان قليل جدا من الفريسيين والشيوخ والكبار مقتنعين. ليه؟ لأن دول طبعا كبريائهم بيعطلهم وحرفيتهم بتعطلهم وحاجات كتير. فلم يرد أن يتردد في اليهودية لأن اليهود كانوا يطلبون أن يقتلوه. إحنا تقريبا كده بالإصحاح ده نكون دخلنا في السنة الأخيرة من خدمة السيد المسيح. واحد هيقول ما لحقناش، ده هو ما تقلناش إن في سنين عدت في خدمته. تعرفين خدمة السيد المسيح حوالي 3 سنين ونص. ما تنسوش إن يوحنا مش بيحكي بالتفصيل، ده بس بيعمل كده فوكس كده على بعض المواقف في حياة المسيح، لكن مش بيحكي التسلسل بتسلسل لكل المواقف، لأن قبل منه متى ومرقس ولوقا حكوا. احنا قلنا إن إنجيل يوحنا مكتوب في آخر القرن الأول عشان يقول حاجات ما تقلتش، وفي نفس الوقت عشان يأكد لاهوت المسيح، دي أهم حاجة تشغله. فما كانش بيحكي بالتفصيل كل اللي بيحصل. فهو دخل بينا على طول كده بعد 6 إصحاحات في المرحلة الأخيرة من حياة السيد المسيح. يعني احنا شوفوا لسه في أول الإنجيل معتبر، أو في الربع الثاني لسه من الإنجيل، إلا أن كل اللي جاي ده يعتبر الشهور الأخيرة من حياة المسيح له المجد على الأرض، كل اللي جاي. وهنفاجأ أن ربع إنجيل يوحنا كله بيتقال في ليلة واحدة، ليلة صليبه مثلا، ونص الإنجيل في أسبوع الألام والقيامة، نص إنجيل يوحنا كله. فالتركيز كله بيدور حوالين الفترة الأخيرة من حياة المسيح على الأرض. فهنا اليهود كانوا عاوزين يقتلوه، خلاص دخلنا في المرحلة الأخيرة من حياة المسيح، إن المؤامرات كترت والمسيح بقت شعبيته كبيرة قوي. فاليهود قلقوا، طبعا مقصود باليهود هنا رؤساء الكهنة والشيوخ والمسؤولين الكبار، لكن اليهود البسطة ما كانوش عاوزين كده، كانوا بيحبوا المسيح. فكان المسيح ببساطة بيتردد في الجليل، يتردد هنا معناه بيلف ويكرز أكثر ما بيتردد في اليهودي. وكان عيد اليهود عيد المظال قريبا. معلش، عشان الإصحاح ده هيتكلم عما حدث في هذا العيد العظيم بالذات، لازم نعرف ايه بالضبط عيد المظال وايه اللي كان بيحصل فيه. هستأذنكم أقرأ حتى من لاويين 23. سفر اللاويين بيحكي لنا الجماعة اليهود كانوا بيعيدوا ازاي، وايه عيد المظال وايه لزومه، لان الخلفية دي هتفرق واحنا بنشوف المسيح عمل ايه في العيد ده. فلاويين 23 يقول ايه؟ بيحكي كل الاعياد. اخر عيد بيتكلم عنه هو عيد المظال، من اول عدد اللي عاوز يتابع.
عدد 33، لويين 23-33. الأول أقول لكم أن في ثلاث أعياد كبار عند اليهود ما زالوا موجودين: عيد الفصح اللي بقى عندنا إيه عيد القيامة، وعيد الخمسين اللي بقى عندنا عيد المظال، اللي بقى عندنا عيد العنصرة 50 يوم بعد الفصح، والعيد الثالث المشهور اللي هو عيد المظال. دول الأعياد الكبار عند اليهود. في أعياد تانية زي يوم الكفارة، زي عيد التجديد، لكن دي الأعياد الكبيرة. اليهود يعيدوا 3 مرات ويحجوا 3 مرات. يعني إيه يحجوا؟ اليهود مش كلهم قاعدين في أورشليم، ومكان العبادة اليهودي الوحيد هو الهيكل في زمن المسيح له المجد. فعشان يروحوا يسجدوا لربنا لازم ينزلوا الهيكل أو يصعدوا للهيكل. فكانوا في الأعياد على الأقل اللي عايشين بره أورشليم لازم يصعدوا عشان يسجدوا للهيكل يوم العيد. تفتكروا مثلا أن يوسف خد مريم وخد الطفل يسوع وهو 12 سنة وراح الهيكل يحضر العيد، وهناك المسيح تاه منهم. فاكرين الموقف ده؟ دليل أن كل البسطاء اللي زي يوسف والعذراء وكده اللي قاعدين في الجليل وفي كل المناطق يروحوا أورشليم مخصوص يوم العيد أو قبل العيد عشان يعيدوا. فالعيد الثالث اللي هو عيد المظال نشوف حكايته. كلم الرب موسى قائلا، كلم بني إسرائيل قائلا: في اليوم 15 من هذا الشهر السابع عيد المظال، 7 أيام للرب. يبقى أول حاجة في العيد ده، من العيد ده 7 أيام مش يوم واحد. في اليوم الأول محفل مقدس عملا ما من الشغل لا تعمل. يبقى أول العيد ده في احتفال كبير محدش يشتغل. 7 أيام تقربون وقودا للرب، في اليوم الثامن يكون لكم محفل مقدس. يبقى أول يوم في العيد يوم كبير قوي وحفلة كبيرة، وثامن يوم ختام العيد حفلة كبيرة قوي يعملوها اليهود. تقربون وقودا للرب، إنه اعتكاف كل عمل شغل لا تعمل. يعني بالأمر ال7 أيام دول ما فيش يهودي يشتغل. والعيد ده سنوي يبدأ كل سنة في 15 من الشهر السابع اليهودي. ده اللي موسى علمه للناس. وبعدين لو دخلنا على عدد 39 يعيدها تاني في نفس الإصحاح: أما اليوم 15 من الشهر السابع ففيه عندما تجمعون غلة الأرض فعيدون عيدا للرب 7 أيام. في اليوم الأول عطلة وفي اليوم الثامن عطلة، وتأخذون لأنفسكم في اليوم الأول. خلي بالكم بقى من الطقس. في اليوم الأولاني تعملوا إيه؟ تاخدوا لنفسكم ثمر أشجار بهجة. يعني الثمار اللي طلعت تلموها كده وتاخدوها في الزفة وانتوا رايحين لربنا تسجدوا. ده في أول احتفال العيد. وسعف النخل وأغصان أشجار غبياء وصفصاف الوادي، وتفرحون أمام الرب إلهكم 7 أيام. تاخدوا بالكم انه في حد الزعف كان في جزء من الطقس ده، ان هم ماشيين بسعف النخل والاغصان والحاجات، لان ده تعبير فرح. بس ده ما كانش موسم المظال وقتها، وقت حد الزعف. وتفرحون امام الرب الهكم 7 أيام، تعيدون عيدا للرب 7 أيام في السنة فريضة دهرية في اجيالكم. يعني تفضلوا طول حياتكم تعملوا القصة دي. في الشهر السابع تعيدونه في مظال تسكنون 7 أيام. الحاجة التانية الغريبة ان ال7 أيام دول يعيدوا بره بيتهم، محدش يقعد في بيته. ليه؟ هنشوف. كل الوطنيين في اسرائيل يسكنون في المظال، لكي تعلم اجيالكم اني في مظال اسكنت بني اسرائيل لما اخرجتهم من ارض مصر، انا الرب الهكم. فاخبر موسى بني اسرائيل بمواسم الرب. يبقى قصة عيد المظال ايه؟ ربنا عال الشعب في البرية 40 سنة وأسكنهم في مظال. مظال بمعنى خيام. وفي الخيام دي ما احتاجوش حاجة، مية لقوا، أكل لقوا، لبس ما احتاجوش. طول الفترة دي عالهم في مظال. فبعد ما استقروا في كنعان قال لهم فريضة دهرية تعيدوا كل سنة 7 أيام تعيشوا ذكريات المظال اللي انتوا قعدتوا فيها واجدادكوا قعدوا فيها 40 سنة. واضح فكرة العيد؟ يبقى العيد فرحة الناس بذكرى غربتهم في البرية وكيف عالهم الله في مظال. ادي عيد المظال. يقال بعد كده بقى انه كان في تقليد جميل يعمله رئيس الكهنة. احنا فهمنا ان اليوم الاولاني ده يوم كبير، اليهود يتلموا كلهم من كل حتة ويدخلوا يعملوا حفل.
ويدخلوا بثمر الشجر والصفصاف والحاجات. وفي اليوم الثامن يقولوا كان يجي رئيس الكهنة. الطقس ده مهم عشان نفهم كلام ربنا بعد كده، ربنا يسوع المسيح، ياخد شوية مية من بركة متصلة بالهيكل. كان الهيكل ليه أروقة كتيرة وفيها برك، بركة منهم اسمها بركة سلوان، هنقابلها في صحاح 9 تاني. يقوم ياخد شوية مية من البرك وينشوا كل الناس يهتفوا بسعف النخل ويرتلوا لغاية ما يوصل للمذبح الخارجي، مذبح المحرقة، ويكب عليه المية اللي جابها من بركة سلوان، وكل اليهود يهتفوا بصوت واحد يقولوا يستقون مياها بفرح من ينابيع الخلص. دي موجودة في أشعياء. يقعدوا يهتفوا كده ويقولوا يستقون مياها بفرح من ينابيع الخلص. يا ترى حد من اليهود كان فاهم حاجة؟ ما اعتقدش. هما بيعملوا الطقس بس مش فاهمين، عشان كده المسيح في العيد ده هيشرح. هما كل اللي فاهمينه ان هما بيقعدوا 7 أيام برا بيتهم في خيام يفتكروا كيف عالهم الله، وفي اليوم الثامن يعملوا هيصة كبيرة وحفلة كبيرة وياخدوا شوية مية يرشوها على المسبح. رئيس الكهنة الأعظم أجبرهم يعمل كده، وكلهم يقولوا يستقون مياها بفرح من ينابيع الخلص. خلوا الخلفية دي في دماغكم عشان هتفرق معانا واحنا بنقرأ بعد كده. كان عيد اليهود عيد المظال قريبا، فقال له اخوته، اخوات ربنا يسوع المسيح، انتقل من هنا واذهب الى اليهودية لكي يرى تلاميذك ايضا اعمالك التي تعمل، لانه ليس احد يعمل شيئا في الخفاء وهو يريد ان يكون علانيا. ان كنت تعمل هذه الاشياء فاظهر نفسك للعالم، لان اخواته ايضا لن يكونوا يؤمنون به. الاول مين اخواته؟ برضو اعتقد اغلبكم عارف. اخوات ربنا يسوع المسيح دي جت في اصحاح 6 لما قالوا اليهود مش احنا عارفين اخواته، هو عمال يقول انا نزلت من السماء ليه؟ ما احنا عارفين ابوه واخواته. اخواته في اكتر من تفسير، اعيده تاني. التفسير المقبول والمريح عندنا ارثوذكسيا والاغلب الاباء القديسين الاوائل قالوه ان اخواته دول ولاد خلت من مريم اخرى غير العذراء، بيسموها مريم الأخرى في الكتاب، أو مريم التي لكلوبة لأنها جوزت واحد اسمه كلوبة أو حلفة، وجابت على الأقل 4 أولاد مشهورين وبنت، جابت يهوذا ويعقوب ويوسي وسمعان. 2 منهم بقوا من التلاميذ الـ12 اللي هو القديس يعقوب الرسول والقديس يهوذا الرسول، ده مش الإسخريوطي، ده يهوذا الثاني، وواحدة تانية اسمها سلومي أو سلومي. دول مسجلين في الكتاب، دول ولاد خالة ربنا يسوع المسيح، لكن متربيين مع بعض في بيت واحد، لأن البلاد الشرقية كلها كده، البيت كبير ويلم كل الشباب، فعشان كده يلقبوا في المجتمع أن دول إخوات. في تفسير لبعض الآباء الأوائل برضو يميل أن ممكن يكون يوسف عنده أولاد من زمان من جواز قديم. التفسير ده احنا مش بنميل ليه، لأن أغلب المخطوطات والتقليد القديم يقول أن يوسف الشيخ كان بتولا، ما كانش متجوز أساسا. فأغلب القديسين الأوائل، وطبعا اللي عاوز منكم دراسة نجيب له يعني أقوال القديسين في الموضوع ده، يميلوا إلى الرأي أن دول ولاد خلت، لكن بعض القديسين برضو يميل أن دول ممكن يكونوا ولاد يوسف. خلينا في الرأي المعتمد والمشهور أن دول ولاد خالة المسيح له المجد. الحقيقة لغاية الوقت ده بعض إخواته اللي هم أولاد خالته يعني ما كانوش أمنوا بالمسيح كفاية، أو كانوا مترددين هل هو ده المسيح المنتظر ولا لا، زيهم زي غيرهم، ناس كتيرة لسه مش قادرة تؤكد أنه هو ده المسيح المنتظر. فقالوا له إيه؟ إذا كنت جاي وليك رسالة، طب ما تنزل اليهودية، ده أيام عيد كل اليهود هيتلموا، فرصة. إذا كنت هتعمل أعمال ومعجزات أو تقول تعاليم، فرصة قولها في اليهودية حيث كل اليهود يجتمعوا في العيد، بدل ما تقعد تتكلم في الجليل مع شوية الفلاحين الغلاب. هم بيقولوا كده ليه؟ إحنا كبشر عندنا عادة مش كويسة، أو عندنا كده حاجة مش مظبوطة، إن إحنا ساعات ما نصدقش غير لما كل اللي حوالينا يصدقوا، أو نحتاج إن اللي حوالينا كلنا يكونوا معانا في الخط عشان يعني عقلنا يرتاح.
نحب كده سياسة القطيع، فهم عاوزين يطمنوا ان الشيوخ قبلوه واليهودية قبلته وكل الناس قبلته، فيقوموا هم كمان يقبلوا. يعني هم واضح ان هم ما زالوا مترددين في الاقرار ان كان ده المسيح ولا لا، بدليل ان يوحنا يقول في العدد 5 لان اخواته ايضا لم يكونوا يؤمنون به. يعني لغاية الوقت ده ما كانوش مقتنعين به كفاية، وما كانوش مصدقينه كفاية. فقالوا له انتقل من هنا واذهب لليهودية لكي يرى تلاميذك أيضا أعمالك التي تعمل أو التي تعمل. تلاميذك طبعا مقصود بها إيه؟ مش الـ 12، كلمة تلاميذ في الوقت ده تقال عن كل من يتبع المسيح، وفضلت التسمية دي تقال عن كل المسيحيين بعد صعود المسيح بزيادة عن 10 سنين. كان أي حد يتعمد يسموه تلميذ ما يسموهوش مسيحي، عشان كده نسمع في سفر الأعمال يقول لك وإذا تلميذ اسمه حنانيا. كل المسيحيين اسمهم تلاميذ. تلميذ يعني مش يهودي عادي، لا، يهودي تلميذ يعني يهودي مسيحي. فهنا بيقولوا له تلاميذك اللي مالين الدنيا دلوقتي خليهم فرصة بقى يشوفوك في العيد هتعمل ايه وتقول ايه. ليس أحد يعمل شيئا في الخفاء وهو يريد أن يكون علانية. إن كنت عاوز أن رسالتك تبقى علانية أنت ليه بتعملها في الخفاء؟ هم معتبرين كراسته في الجليل خفاء. ليه؟ لأن الجليل كده كده مهما مشي وراء آلاف من البسطاء، لكن دول مش هم اللي هيحركوا العبادة اليهودية. الأساس الكبار هم اللي في أورشليم، دول اللي لازم يقتنعوا. إن كنت تعمل هذه الأشياء فاظهر نفسك للعالم، روح بين نفسك لكل الناس. العالم هنا مقصود بيه بقى للناس كلها، طبعا الناس كلها هنا يهود. فقال لهم يسوع إن وقتي لم يحضر بعد. يا رب كل ده وقتك لم يحضر بعد؟ ده انت عملت معجزات قد كده وألاف مؤلفة ماشية وراك، ومن أول إصحاح 2 قلت الأمنا العذراء لم تأتي ساعتي بعد، وعشان خطرها ابتديت. ايه بقى وقتك اللي لسه ما جاش؟ يقصد بها ايه؟ عادة السيد المسيح لما يجيب سيرة الوقت او الساعة يبقى بيكلم عن صليبه، لان هي دي الساعة اللي قدام عينه من اول لحظة. عشان كده هيجي بعد شوية يقول قد اتت الساعة، جت خلاص وقت صليبه، هيقول كده. فهنا بيقول لهم انتم مستعجلين ليه؟ ساعتي ما جاتش لسه. معنى كده انه لو نزل اليهودية كتير معاد صليبه هيقدم، فاهمين؟ لان المؤامرات هتكتمل وهم عاوزين يصدوه باسرع ما يمكن اليهود. فقال لهم معلش، يعني ما معناه في خطه وفي وقت، لسه وقت صليبي ما جاش، فانا مش هنزل اليهوديه اليومين دول لان وقتي لم يحضر بعد. يعني ايه؟ مش هسلم نفسي لايديهم دلوقتي لان لسه الميعاد. واضح المعنى؟ لسه المعاد اللي هو المسيح مرتب، وده يؤكد ان المسيح كل حاجة كانت محسوبة، ما خدوهوش كده يعني بخيانة يهوذا وخلاص، لا، ده كل حاجة كان هو مرتب. واما وقتكم ففي كل حين حاضر. الكلمة دي الحقيقة انا محتار فيها، هل ده توبيخ لاخواته؟ يعني قال لهم أنا لسه معاد صليبي ما جاش، فما فيش داعي أنزل اليهودية اليومين دول، لكن أنتوا وقتكم كل حين حاضر. يعني عاوز يقول لهم كان المفروض تؤمنوا وتتكلموا عني، وتروحوا اليهودية تدافعوا عني، وتروحوا تشهدوا للي أنتوا شفتوه وسمعتوه، فأنتوا وقتكم حاضر على طول. يعني إيه؟ يعني دوركم موجود، لكن أنا معاد صليبي له وقت. وممكن يكون معناها أما وقتكم ففي كل حين حاضر، يعني تبكيت ليهم أنتوا ساعدكم أنتوا في الإيمان بي في كل لحظة. يعني أنتوا المفروض تؤمنوا بي، مش ما تستنوش لما نروح اليهودية والناس كلها تمشي ورايا وبعدين تقولوا أيوة باين عليه مظبوط. أنتوا وقتكم في كل حين حاضر، يعني إيه؟ زي ما يقول في حتة تاني، هو ذا الآن وقت مقبول، هو ذا الآن ساعة خلاص، يوم خلاص. يعني في كل وقت ممكن تؤمن بربنا. لا يقدر العالم أن يبغضكم، ولكنه يبغضني أنا لأني أشهد عليه أن أعماله شرير. هنا هو عاوز يقول لهم إيه؟ أنا مش عاوز أروح اليهودية لأن الناس بتكرهني هناك. مين الناس بقى؟
اللي هم شيوخ اليهود ورؤساء الكهنة، دول فعلا بيكرهوا المسيح خلاص، بقاله 3 سنين بيخدم، بقاله 3 سنين بيخدم، فخدمته انتشرت جدا وبقت كل الناس بتحب تعاليمه وبتحبه، وابتدوا ما يفتحوش لتعاليم اليهود الربايز المعلمين دول اللي هم بيعلموا بالحرف وبالقساوة وبالحاجات دي كلها، فابتدوا يتغاظوا منه. فبيقول لهم لا يقدر العالم أن يبغضكم، ولكنه يبغضني أنا لأني أشهد عليه أن أعماله شريرة. يعني العالم مش هيكرهكم، انتوا كده كده لو رحتوا العيد هم انتوا منكم فيكم مش هيكرهوكم، ليه؟ لأن انتوا منهم. لكن أنا لو رحت هم هناك متربصين بيا، هم هناك بيكرهوني لأني بشهد عليه على العالم ده أن أعماله شريرة. خلي بالكم من المبدأ ده، المسيح هيفضل مكروه من ناس كتيرة في كل زمن لحاجة واحدة بس، لأنه يشهد أن أعمالهم شرير. طب هو ربنا ما شاورش على أعمالهم لسه، ما قالش دول وحشين، كونوا بينادي بالفضيلة بالمثاليات في النقاوة بحب الناس لبعض بصنع السلام في كل وقت، ده بيشهد على العالم. أي حد بيعمل غير كده لازم يكره ربنا أو لازم يقبلش ربنا يسوع المسيح. انتوا فاكرين ليه العالم بيكره المسيحيين أحيانا؟ بيكرههم أساسا عشان المبادئ اللي بينادوا بيها وعشان المثاليات اللي بيحاولوا يعيشوا بيها. العالم ما يحبش كده لأنه بيطلع أن العالم غشاش وعالم مرائي وعالم فيه وفيه وفيه. فالمسيح له المجد بيقول أنا بيكرهوني لأني بشهد عليهم. اصعدوا أنتم إلى هذا العيد، يلا اطلعوا أنتم سيبوني. يبدو كانوا بيطلعوا كل سنة كعيلة، قال لهم لا سيبوني أنا مش هطلع، أنا لست أصعد بعد إلى هذا العيد لأن وقتي لم يكمل بعد. هنا وضحت لم يكمل بعد يعني إيه؟ الساعة ما جاتش، لسه الرسالة ما اكتملتش، أنا ليا معاد أروح في أورشليم وتبقى الطلعة الأخيرة لما تيجي المعاد. قال لهم هذا ومكث في الجليل. ولما كان أخواته قد صعدوا حينئذ صعد هو أيضا إلى العيد. حتى دي غريبة خالص. طب يا رب قعدت تحاورهم وتقول لهم مش معادي، وبعدين يا دوب طلعوا قمت طلعت، واحد يقول الله يسوع بيكذب ولا إيه؟ لا حاشا، هو كان هما كانوا عاوزين يطلع طلعة النبي اللي في ديله الألفات، اللي يطلع بمجد ويطلع بكرامة زي إيه؟ صعوده يوم إيه؟ يوم عيد حد الزعف. هو عارف كويس لو دخل أورشليم الدخلة دي معناها إيه؟ النهاية. وفعلا حصل بعدها بشهور لما دخل يوم 14 نيسان اللي هو حد الزعف، دخل بموكب عظيم وكانت النهاية، لأنه بعدها بخمس أيام كان على الصليب، فهو عارف كويس. فلم يصعد إلى هذا العيد ظاهرا أو لم يصعد بمجد، لأنه عارف أن ده الصعود ده هيكون ده صعوده الأخير لأورشليم، أو هيكون الدخلة دي على أورشليم بالكرامة دي هيكون مثير جدا لليهود ومش هيفوتوا له، لازم هيخلصوا منه، واليهود طول عمرهم أصحاب مؤامرات. فهنا بيقول لما أخواته صعدوا حينئذ صعد هو أيضا إلى العيد لا ظاهرا بل كأنه في الخفاء. يبقى عرفتوا ليه امتنع عن الصعود مع التلاميذ مع أخواته الأول؟ عشان ما كانش عاوز يطلع بمجد، ما كانش عاوز يروح أورشليم بزفة، طلع في هدوء، طلع في خفاء، وما طلعش أول يوم، لأن أول يوم العيد بالذات بيبقى احتفال، ولو وقف في النص هيلاقي الناس كلها هتفت والألفات كلها تعرف سره وتيجي تتكلم عنه وهتبقى شغلان. هو مش عاوز كده لسه، هو مرتب لده معاد. فصعد في الخفاء. طب يا رب طلعت ليه؟ مش انت قلت بيكرهوك وممكن يعملوا ويسووا؟ طب بدل بيكرهوك ما تخليك في الجليل وخلاص. لا، ما هو كده كده بيرتب لصليبه، لكن في حاجة عاوز يعلنها في هذا العيد مهم. فكان اليهود يطلبونه في العيد ويقولون أين ذاك؟ يبقى للأول ما حدش لقيه، كانت كل الناس بتدور عليه في العيد، كل اللي جاي من الجليل ومن كل حتة، الموضوع اللي شاغل كل الناس وبيتحاوروا فيه بينهم وبين بعض، المسيح فين؟ اللي بيقولوا عليه ده، اللي عمل كذا واللي عمل كذا واللي عمل كذا واللي قال كذا، كل الناس بتتكلم عنه.
فكان اليهود يطلبونه في العيد ويقولون أين ذاك. وكان في الجمع مناجات كثيرة من نحوه، يعني كل الناس بتدور عليه وتتكلم عنه. بعضهم يقولون أنه صالح، دون الناس البسطة اللي صدقوا أو الناس البسطة اللي شافوا وحبوا المسيح فمتأكدين، يقولوا لا طبعا صالح، صالح وخير وما فيش حاجة وحش. وآخرون يقولون لا، بل يضل الشعب، دول اللي تأثروا بكلام مين؟ رؤساء الكهنة والشيوخ اللي عمالين يثيروا فكرة ان هذا مضل، لان دي هتبقى تهمته في الاخر، احد التهم الاساسية لربنا يسوع المسيح انه مضلل للشعب. ومضلل في الفكر اليهودي دي مهمة خطيرة، زي الهرطوقي كده بالنسبة لنا، لما نقول واحد بيعلم حاجة غلط تلاقي الكنيسة تاخد منه موقف شديد. ليه؟ لان دي حاجة كبيرة، تهمة وحش. فهنا الرؤساء الكهنة الكبار كانوا بيمشوا الفكرة دي انه ده مضلل مضل، ولكن لم يكن احد يتكلم عنه جهارا لسبب الخوف من اليهود. الغريب ان كل الناس بتتكلم عنه وكل الناس بتدور عليه، بس كلهم مش قادرين يعلنوا. ليه؟ كان في سطوة لرؤساء الكهنة، وكان كل الناس فاهمة ان رؤساء الكهنة بيغيروا منه وبيكرهوه، وكل المعلمين الكبار مش عاجبهم المسيح، المسيح عاجب الغلاب وعاجب كل الشعب البسيط، لكن الجماعة اللي هم الحرفيين الفريسيين دول مش بيحبوا ربنا يسوع المسيح. فلأن دول اللي في ايديهم السلطة والسطوة ما كانوش بيتكلموا الكلام ده الشعب البسيط بصوت عالي، يتكلموا بينهم وبين بعض، يوشوشوا بعض، شفتوا لقيتوا دورت عليه وهكذا. ولما كان العيد قد انتصف، عرفنا بقى يعني ايه انتصف، يعني فات عليه 4 أيام مثلا، لان هو العيد 7 وفي 8 العيد الكبير، يبقى عند اليوم الرابع لغاية اليوم الرابع كل الناس بتدور عليه مش لعياد، لانه طلع متأخر، ما طلعش من اول يوم وطلع في الهادي. لما كان العيد قد انتصف صعد يسوع الى الهيكل وكان يعلم. طبعا كونه دخل الهيكل وقعد يعلم خلاص بقى كل الناس هتعرف، لأن الهيكل كل الناس رايحة أورشليم عشان الهيكل. فوقف في الهيكل يعلم كعادته زمان، كان بيعمل كده زمان لما ابتدى خدمته، ولما بقى اليهود بيكرهوه ابتدى يرجع تاني يشتغل في الجليل. فتعجب اليهود قائلين كيف هذا يعرف الكتب وهو لم يتعلم؟ طبعا في من الألفات اللي بيزوروا أورشليم في الوقت ده ناس ما كانوش شافوا المسيح لسه، وناس لأول مرة يسمعوه بيوعظ، يعني الناس كلها متشوقة تشوف ده مين اللي كل الناس بتتكلم عنه. فعشان كده اليهود اللي أول مرة يلتقوا بيه وأول مرة يسمعوا قالوا إيه؟ كيف هذا يعرف الكتب وهو لم يتعلم؟ هو في نظرهم جليلي، وجليلي دي يعني أمي، يعني يعرف يمكن يفك الخط بس لم يتعلم يعني إيه؟ يعني ما درسش لاهوت وما درسش زي رؤساء الكهنة والفريسيين والناس دي، ده يعرف الكتب منين؟ حافظ عهد قديم منين؟ بيستشهد بأشعية وأرمية وموسى، بيقول الكلام ده ازاي؟ الجموع سألت السؤال ده في بلها، فأجابهم يسوع وقال تعليمي ليس لي بل الذي أرسلني. مقصود بيها أنا التعليم، العلامة اللي عندي ده التعليم الروحي اللي أنا بقوله ده ما خدتوش من رؤساء كهنة وما درستوش في الهيكل زي الناس اللي حواليكم، ده أنا التعليم ده مستلمه من أبويا رأسا، من اللي بعتني. طبعا هنا إشارة واضحة عاوز ينبههم إن هو ده المسيح المنتظر، هو ابن الله الآتي إلى العالم، هو اللي الآب السماوي ائتمنوا على رسالة خلاصنا، هو اللي جاي يقول لنا سر الله بنفسه. فعمال يقول لنا أنا تعليمي مش مني ولا من دماغي بل من الذي أرسلني. وإن شاء أحد أن يعمل مشيئته يعرف التعليم هل هو من الله أم أتكلم أنا من نفسي. هنا حط السؤال قدام ضمائرهم. ليه؟ اللي ضميره نقي وبيحب يطيع ربنا يقدر يوزن التعليم اللي بيسمعه. خلي بالكم، هو قال لهم لو واحد فيكم عاوز يطيع مشيئة ربنا هيعرف ان اللي انا بقوله ده كلام ربنا مظبوط، لكن لو واحد فيكم مش عاوز يرضي ربنا هيقول ان كلامي غلط وهيقول ان انا بتكلم من دماغي.
خلي بالكم السيد المسيح بيقول لنا حاجة مهمة قوي، أن صدق الإنسان وضمير الإنسان الروحي مؤشر إلى حد كبير عشان تعرف أن المسيح فعلا بيقول كلام حقيقي. لما تلاقي واحد بيعلم غلط وبيعلم بعدوانية وبيعلمك تكره، لا يمكن تكون عاوز ترضي ربنا وتوافقه على تعليمه، ضميرك ما يريحكش. لكن لما يكون ضميرك نقي، شوفوا هنا يقول ازاي، ان شاء احد ان يعمل مشيئته، يعني لو انت عاوز ترضي ربنا صحيح ستعرف التعليم هل هو من الله ام اتكلم انا من نفسي. فاهمين المعنى؟ يعني انتوا هتحكموا على كلامي لو انتوا عاوزين تعملوا مشيئة الآب. لو انتوا عاوزين ترضوا ربنا صحيح هتعرفوا اللي انا بقوله ده حق وده مش مني، من الآب. من يتكلم من نفسه يطلب مجد نفسه. هنا بقى بيخبط في مين؟ المعلمين الآخرين اللي هم بيعدوه دلوقتي. قال لهم الجماعة التانيين لما بيتكلموا بيدور على نفسهم. من يتكلم من نفسه يطلب مجد نفسه. جماعة اليهود دول بيحطوا قواعد ويحطوا تقاليد ويحطوا آراء عشان في الآخر ترجع لهم بالفخر والتميز والمنفعة. بيدوروا على نفسهم. وأما من يطلب مجد الذي أرسله فهو صادق وليس فيه ظلم. هو عمال إيه؟ عاوز يخلي كل الجموع تقتنع بيه، فهو عارف إن في ناس بتقول هو صالح وفي ناس قالت إنه مضل. قال لهم اللي بيقولوا مضل بيقولوا على أي أساس؟ شفتوا في كلامي حاجة تنفعني أنا بحاجة؟ شفتوا في تعليمي أني أطلب مجد نفسي عشان تقولوا علي مضل؟ اللي بتمشوا وراهم يعلموكم لأن هم بيطلبوا مجد أنفسهم، هم دول اللي فيهم الضلال. نقولها تاني، من يتكلم من نفسه يطلب مجد نفسه، أما من يطلب مجد الذي أرسله فهو صادق وليس فيه ظلم. صدقوني الآية دي مهمة لكل واحد بيقول كلمة ربنا وبيوعظ، كل واحد بيفتقد، كل واحد بيتكلم عن ربنا في أي وقت. من يتكلم من نفسه يطلب مجد النفس. عشان كده يعلمونا دايما قبل ما تتكلم قول له يا رب، قول أنت، تكلم أنت يا رب، أفتح فمي فتملأه. ليه؟ لأني لا أطلب مجد نفسي ولكن مجد الذي أرسلني. واخدين بالكم؟ ودي اللي بتميز معلم كذاب عن معلم كويس. من يتكلم من نفسه يطلب مجد نفسه، أما من يطلب مجد الذي أرسله فهو صادق وليس فيه ظلم. أليس موسى قد أعطاكم الناموس وليس أحد منكم يعمل الناموس؟ لماذا تطلبون أن تقتلوني؟ قالها علنا، قالها علنا قدام كل اليهود. قال لهم ايه؟ انتوا بتسمعوا كلام موسى، وموسى هو المرجع لليهود دايما. فقال لهم مش موسى اداكم الناموس؟ طب حققوا مع نفسكم كده واسألوا ضمائركم، ما فيش واحد فيكم عمل الناموس 100%. يعني حتى من الشيوخ اليهود ومن رؤساء الكهنة ومن الفريسيين، راجعوا ضمائركم، ليس ضار، ليس ولا واحد. ودي اللي بنى عليها بولس الرسول رسالة روميا وشرح ان دي مدخل الخلاص، ان الكل عاجز انه يبرر نفسه قدام ربنا، ما فيش ولا واحد كويس، فيش غير المسيح له المجد، هو اللي يقدر يقوم بالفداء لان هو الوحيد القدوس. فهنا بيقول لهم ايه؟ مش موسى اداكم ناموس؟ طب هاتوا واحد منكم طاع الناموس 100%، هاتوا واحد فيكم ما كسرش ولا حاجة في الناموس. هنا دخل تحدي قدام اليهود اللي بيقولوا عليه مضل، واليهود اللي هم بيقولوا للشعب ده مضل. قال لهم أليس موسى قد أعطاكم الناموس وليس أحد منكم يعمل الناموس؟ لماذا تطلبون أن تقتلوني؟ فهو ورى لكل الناس أن فعلا في مؤامرة قتل في الموضوع، وأنه لهذا ما زال يتخفى، أو في الأول على الأقل ما راحش علانية عشان لسه معاده، لكن حب يفهمهم ان هو دريان كويس باللي بيعملوه واللي نفسهم فيه والمؤامرات اللي بتحاك ضده. انتوا عاوزين تموتوني ليه؟ انا قلت لكم ايه؟ هذه الكلمة الحقيقة برضو بتخلي الواحد يستعجب من ربنا. يا رب المجد، انت اللي في ايدك الكون كله ومصائر كل البشر، تقول لشوية بشر
يعني ما يستهلوش، لماذا تطلبون أن تقتلوني؟ ده مين ده الهرب اللي يفكر يقتلك؟ لكن في اتضاع ربنا له المجد بيقول لهم انتوا عاوزين تموتوني ليه؟ ياه، زي ما قال بولس بعد كده شاول الترسوسي، قال له شاول شاول لماذا تضطهدني؟ تضطهدني انت رب المجد، تسيب بني آدم ايا كان يتجاسر ويمسك ولا يضطهدك؟ انت يا اله الكل تسيب شوية بشر في اي زمن يتطاولوا ويفكروا ان يقتلوك؟ وهو في اتضاع لهم طب انت عاوزين تقتلوني ليه؟ طبعا في ناس بقت شدت من الكلمة خالص، فأجاب الجمع وقالوا بك شيطان. دخل بقى الحوار في عنف، ابتدوا بقى ايه يلخبطوا في الكلام، تشتموا المسيح، بك شيطان دي شتيمة في زمن، بك شيطان من يطلب ان يقتلك؟ طبعا واضح ان هم يعني بدل قالوا بك شيطان يبقى عاوزين يموتوه. أجاب يسوع وقال لهم، ما قال لهمش بقى كذابين، هو واضح ان هم طبعا عاوزين يموتوه بس بيتبرؤوا من التهمة. اجاب يسوع وقال لهم عملا واحدا عملت فتتعجبون جميعا، لهذا اعطاكم موسى الختان، ليس انه من موسى بل من الاباء. يعني ايه الحتة دي؟ اجاب يسوع وقال لهم عملا واحدا عملت فتتعجبون جميعا. طب انهي عمل يا ترى يا رب؟ هو ممكن يكون كسر السبت. ليه؟ لأن السيد المسيح قبلها كسر السبت بشكل علني واضح في معجزة إيه؟ لا، مريض بتحزد لسه، الأعمى هيكسره تاني، لكن اللي فات علينا مريض بتحزد كسر السبت وقال له احمل سريرك، فراحوا اليهود اتلموا حواليه قالوا له مين قال لك تعمل كده؟ قال لهم الذي أبرأني. فقال ايه بقى؟ هي دي القضية اللي تعب اليهود خالص، ده كفر السبت يبقى مستحق الاعدام. فاهمين الفكرة؟ طبعا هما بيتلككوا وبيغمضوا عينيهم عن كل حاجة، ودار حوار طويل في يوحنا 5 حوالين الموضوع ده، ازاي انتوا بتقولوا كده؟ طب ده ابي ما زال يعمل، يعني فكرة السبت عندكم غلط خالص، لان السبت مش راحة، السبت عمل بس من نوع اخر، عمل الرعاية والصيانة للخليقة اللي ربنا خلقها، وأبي يعمل حتى الآن وأنا أيضا أعمل. ساعتها كانوا عاوزين يرجموه مش بس عشان كسر السبت، لأنه قال على الله أنه أبوه معادلا نفسه بالله، وإحنا وقفنا عندها فترة عشان نؤكد لاهوته في الحتة دي. فهنا بيقول لهم إيه؟ أنتوا يعني عاوزين تموتوني عشان موضوع السبت، عشان كسرت السبت قصاد عينكم، عشان عملت عملا واحدا تتعجبون؟ طبعا الشعب البسيط كان مع المسيح حتى لو كسر السبت. الشعب البسيط تخطى حدود الحرف وتعاطف مع اللي عمله المسيح. ايه يعني؟ ما هو شفى انسان 38 سنة. احيانا البسطاء يكونوا اقرب بصدقهم جدا من كل اللي يعرفوا كل حاجة، من المعلمين واللي بيفهموا كل حاجة. في قصة زمان في حياة شاول الملك ويوناثان ابنه، شاول الملك كان بيدخل حرب شديدة قوي، وبعدين ندر ندر غريب جدا وغلط جدا، قال لهم اللي يحط حاجة في بقه لغاية ما اخلص من كل أعدائي يكون مستوجب الموت. أتاري مين ما سمعش الحكم ده؟ ابنه يوناثان، ويوناثان كان هو اللي ابتدى الحرب وهو سبب النصرة، وهو ماشي بيحارب لقى ايه خلية نحل كده، فخد من العسل النحل ده وقعد ياكل، فخد كالوريز كده وبقى في صحه وشه منور وكمل الحرب. ففي الاخر قال ايه شاول؟ قال نموت يوناثان، لانه قال انا ما ينفعش، انا قلت ان ما حدش ياكل اي حاجه. مين اللي فدى يوناثان؟ الشعب. الشعب قال له حيلك، ده هو ده اللي جاب لنا خلاص، ده هو ده اللي ابتدى الملك، كسر اللي انت قلته مش مهم. هي الحكايه بالحرف، شوفوا الشعب ببساطته وبحبه نجى يوناثان من حرفية أبوه وقسوته وخلص يوناثان. فهنا نفس الموقف، أن الشعب البسيط كان بيحب المسيح حتى بعد ما كسر السبت، وفهموا كلامه لما قال أن السبت يا جماعة معمول لعمل الخير مش للراحة الجسدية، فأغلبهم قبلوا المعنى ده، لكن اليهود الحرفيين مش قابلين.
فابتدى يشرح لهم ان الحكاية مش سبت بس، ده هيكسر كمان بس في مفهومهم للسبت، في مفهومهم للختان والاختيار الله ليهم وكل حاجة. قال لهم لهذا اعطاكم موسى الختان. ليه بقى يا رب؟ ليس انه من موسى بل من الاباء. هما دايما يقولوا احنا مختونين على شريعة موسى، فالمسيح له المجد بيغير المفاهيم. فاكرين لما قالوا له موسى ادانا المن؟ قال لهم مش موسى، ابوي اللي اداكوا المن على ايدين موسى، صلحوا المفهوم عشان مش موسى السبب. فهم برضو بيقولوا الختام بتاع موسى، قال لهم لا، الختام ما ابتداش في موسى، ابتدى في مين؟ فاكرين؟ ابتدى في ابونا ابراهيم اللي هم بيسموهم الاباء، ابراهيم واسحاق ويعقوب، الاباء البطاركه. فقال لهم ليس انه من موسى بل من الاباء، يعني هيشرح لهم مفهوم الختان السليم. ففي السبت تختنون الانسان، عندهم تخليد غريب قوي، ولا عمل يتعمل، لكن في اكسبشن واحد، في استثناء واحد، انه لو جه اليوم الثامن على اي عيل اتولد وطلع يوم سبت لا يتختم برضه. طب ما انتوا حطيتوا استثناءات اهو، فاهمين الفكره؟ فهو هم دلوقتي بيتهموه بكسر السبت وعاوزين يموتوا على هذه التهمه. فقال لهم طيب مين اداكوا الختام؟ تقولوا موسى؟ لا، اقول لكم الصح بتاعها ابونا ابراهيم واسحاق ويعقوب. وانتوا لغايه النهارده في السبت بتختنوا الانسان، اذا انتوا كسرتوا فكره السبت لانه حطيتوا الختان اهم من السبت. فان كان الانسان يقبل الختام في السبت لئلا ينقض ناموس موسى، ودي كانت شريعه موسى، افتسخطون علي لاني شفيت انسانا كله في السبت؟ شوفوا بقى الكلام الحلو، انتوا بتختنوا البني ادم في السبت، واللي ما يعملش كده يسأل قدام الناموس. يعني لو اجلوا للحد يبقى غلطان، ده لازم في السبت اذا كان وقع في اليوم الثامن. بقى انتوا بتختنوا الانسان عشان ينتمي للشعب اليهودي حتى لو وقع سبت. انا انقذ انسان من راسه لرجليه، واشفيه من حاله رديه جدا، واقيمه من حاله اقرب الى الموت. تسخطون علي لاني شفيت انسان كله في السبت. ارجع بالكلام ده للايه اللي قبلها لما يقول ايه، ان شاء احد ان يعمل مشيئه الله يعرف التعليم هل هو من الله ام يتكلم من نفسه. فاهمين؟ يعني هنا بيخاطب ايه؟ بيخاطب ضميرهم الروحي، بيقول لهم طب احكموا انتوا، اشفي انسان في السبت ولا اختن الانسان في السبت؟ ان كان موسى سمح لنا نختم في السبت، انا لما اشفي انسان في السبت ابقى غلطان؟ لا تحكموا حسب الظاهر بل احكموا حكما عادلا. قال لهم بلاش المظهرية، بلاش الحرفية. طبعا الآية دي مهمة قوي، ممكن ناخدها للتأمل، نقف عندها. أحيانا نكون يهود في تديننا، في بعضنا بيبقى مسيحي بس يهودي، يهودي في علاقته مع ربنا، مظهري جدا في علاقته مع ربنا، عمل الخير آخر حاجة في تفكيره، وحرفية التدين أول حاجة في تفكيره. ربنا يسوع المسيح يحب أن الحكمة تمشيش كده، يحب أن وصايا المحبة والرحمة والحكم هي اللي تبقى في الأول، والوصايا الحرفية تبقى موجودة بس في الآخر. كان ينبغي أن تفعلوا هذه ولا تتركوا تلك، يعني اعملوا ماله لما تعشروا، دي هتيجي في حوارك الشديد مع اليهود، تعشروا حتى النعناع والشبت كانوا يعشروه، لكن ما تسيبوش أثقل الناموس، يعني الناموس بأحماله الثقيلة اللي هي أساسا الرحمة والمحبة والحكم العدل، يعني تسيبوا الحاجات المهمة وتظلموا الناس وتكرهوا الناس وتيجوا عند السبت تعشروا. فالسيد المسيح كان بيعدل الموازين، طبعا عدلة الموازين دي ما تعجبش اليهود. إلى يومنا هذا هناك ناس كثيرة متدينة ولكن تدينها حسب الظاهر، وبالتالي لا يحكم حكما عادلا. شوفوا هنا كلام ربنا يسوع يقول ايه، لا تحكم حسب الظاهر بل احكم حكما عادلا، يعني اللي يحكم حسب الظاهر حكمه ما يطلعش عادل. انت ممكن تشوف انسان في الصيام
بياكل حاجة فطر، تقوم انت مثلا تقع في الإدانة وتقول حد يعمل كده، صيام كبير يقوم ياكل ويعمل. لا تحكم حسب الظاهر، ربنا عارف قلبه وبينه وبين ربنا سر، ويمكن ليه أب اعتراف قايل له كل انت صحتك محتاجة. انت احكم على نفسك، لا تحكم حسب الظاهر، احكم حكم عادل. لما تلاقيه بيأذي الناس قول لا دي خطية واضحة، لكن يمكن الحاجة اللي بيعملها ليها تفسير، احكموا حكما عادلا. احنا الحقيقة نقع بسهولة جدا في الحكم الظاهري، بسهولة جدا. عارفين زي ايه؟ التلاميذ شافوا السامري حكموا حسب الظاهر واتضايقوا جدا، كيف يتكلم مع امرأة كل اللي شافوه فيها ايه؟ امرأة وسامرية، ايه يا رب بس ده حد يعمل كده؟ والمسيح له المجد كان فرحان بها جدا، لأنه لم يحكم حسب الظاهر وإنما حكم حكم عادل، وعرف أن دي إنسانة مقبلة إلى التوبة وتستحق الأبدية، ودخلها على معرفته وراحت قلبت البلد وقالت لكل الناس تعالوا اتفرجوا على المسيح. هو عارف القلب وشايف اللي فيه. لا تحكموا حسب الظاهر احكموا حكما عادلا. احنا محتاجين في الزمن ده الآية دي، لأننا بنمشي بمظهرية خالص، وكل الناس بتدين بعض وكل الناس بتبقى على بعض. طب هو ده كلام؟ لا تحكموا حسب، لأن السيد المسيح اللي يشوفه من بعيد يقول كسبت، أما اللي يقرب منه يلاقي عمل عظيم جدا، لأنه شفى إنسان في السبت. يكسر السبت ولا يشفي إنسان في السبت؟ وهو ربنا هيزعل الإنسان من السبت. فالسيد المسيح شوفه بقى بيعمل ثورة على الحرفية اليهودية، مش على الديانة اليهودية، لا، السيد المسيح لم يأتي لينقض بل ليكمل. ايه اللي ناقص؟ اللي ناقص انه واخدينها بحرفية، واخدينها بمظهرية. السيد المسيح عاوز يغير ده، فالسيد المسيح جاء يكمل روح الوصية، يعلمنا ان الحب اولى من اي حاجة، وان الرحمة اهم من اي حاجة. فلا تحكموا حسب الظاهر بل احكموا حكما عادلا. نقول الآية دي مع بعض، لا تحكموا حسب الظاهر بل احكموا حكما عادلا. كمان مرة، لا تحكموا، آخر مرة، لا تحكموا حسب الظاهر بل احكموا.